همسة وردية. مساء الخير والورد من فريق ورد لجميع أعزائنا المستمعين وين ما كنتوا بكل مكان. أنا وأنتوا وكل البشر منواجه يوميا مواقف وخبرات مختلفة بتسبب لنا الكثير من الإزعاجات، سواء بالجامعة أو العمل أو بحياتنا الشخصية والعائلية. بعض المواقف بتتلاشى أثرها بسرعة، والبعض الآخر بيتراكم على شكل ضغط نفسي وبسبب لنا العديد من المشكلات النفسية والجسدية. موضوع حلقتنا لليوم على درجة كبيرة من الأهمية، لهيك رح نخصص له حلقتين لنغطيه بشكل كامل. خلونا نسمع الاستطلاع التالي بالبداية ومنرجع لكم. هل تفصل ضغوطك المهنية عن حياتك العائلية؟ قدر الإمكان نعم، كثير مهم انك تقدر تفصل يعني تزت هموم العمل خارج المنزل، كثير هذا مهم. وخلينا نسال بالعكس، انه ضغوط العائله عن حياه عن العمل. شوف كامراه انا كذا رح جاوبك كامراه، صعب تفصل المراه حياتها العائليه بشكل عام عن عملها. كيف تواجه الضغوط النفسيه بحياتك؟ بتواجهها مواجهه مباشره او بتتجنبها؟ بقى بتجنبها. طيب شو هي الأعراض اللي بتظهر عندك إذا تعرضت لموقف نفسي بحياتك؟ لا أنا ما تعرضت الحمد لله. هلا بأغلب الأحيان بتجنبها يعني، بس في بعض الأحيان الواحد لما تكثر المشاكل بيضطر يواجهها، ما في مهرب. إذا زادت الضغوط النفسية تلجأ إلى مرشد نفسي أو داعم نفسي؟ لا، ممكن لداعم نفسي. بداية رح نوضح المعنى الصحيح للضغط النفسي. هو استجابة نفسية وجسدية من الإنسان بعد التعرض لموقف أو خبرة تتطلب منه استخدام كافة إمكانياته الشخصية والاجتماعية حتى يتكيف معه. جميعنا بيتعرض لأنواع مختلفة من الضغوط النفسية، ولكن بدرجات متفاوتة واستجابات مختلفة. ومن أنواع الضغوط النفسية، أول شيء عن الضغط النفسي اليومي، وهو النوع اللي بيمثل التحديات اللي منواجهها يومياً وبيعيق نمط حياتنا، مثل الزحام بالمواصلات، التعرض لموقف طارئ أو النسيان لموعد مهم، وهذا النوع بيصيب جميع الناس. أما النوع الثاني فهو الضغط النفسي التراكمي، وهو النوع اللي بيحدث لما بتستمر مصادر الضغوط النفسية بمواجهة الشخص من دون التخلص منها. أما النوع الثالث فهو الضغط النفسي المزمن، ويلي بدوم لفترة طويلة وبيكون عادة مقترن بمشاكل دائمة مثل الحرمان، الأمراض المزمنة، التفكك العائلي، ويلي بتأدي بالشخص أحيانا لانهيار نفسي وجسمي. أما مصادر الضغوط النفسية فهي عديدة ومتنوعة، منها مصدر شخصي مثل العلاقات الاجتماعية، الالتزامات المادية والضغوط الدراسية، أو مصدر بيئي مثل الضجة الشديدة، الازدحام، تغيير المكان بشكل دائم، أو مصدر ببيئة العمل مثل تغيير المهنة أو أعباء العمل الكبيرة والالتزامات المادية الكبيرة، أو مصدر نفسي يلي بيتمثل بالحالة النفسية والعقلية للشخص ومدى قدرته على التعامل مع الضغوط. والمؤشرات السلوكية والجسدية يلي بتظهر علينا هي يلي بتدلنا على وجود ضغط نفسي شديد، مثل الصداع، وجع بالمعدة، صعوبة بالتركيز، قلق وأرق وحزن، والإفراط بتعاطي المنبهات والانطواء على الذات والنزاع مع الآخرين. أي شخص بتظهر عليه المؤشرات اللي ذكرناها بيكون مر بمراحل عديدة لوصل لدرجة الضغط النفسي، ويلي هي المراحل التالية. المرحلة الأولى بتكون بشعورنا بوجود أعباء وأعمال بتطلب جهد كبير غير متوفر. أما المرحلة الثانية فهي محاولتنا التكيف مع المتطلبات ببذل جهد كبير بفوق استطاعتنا. أما المرحلة الثالثة فهي شعورنا بالإجهاد والتعب لعدم وجود تناسب بين الطاقة والخبرة الموجودة وبين المطلوب عمله.
أما المرحلة الأخيرة فهي الإحساس بالاضطراب سواء العضوي أو النفسي، ويلي بيسبب غالبا عدم القدرة على إنجاز أي شيء. وهون بنوصل لحالة الضغط النفسي يلي بتتطلب الوصول لحلولها مواجهتها بالشكل الصحيح، لأنه بحسب دراسة أجريت تبين أنه 90% من الأمراض العضوية يلي بتتم تشخيصها بالعيادات والمستشفيات بترجع أسبابها لعوامل نفسية مثل أمراض القلب والمعدة وضغط الدم والسكري وغيرها. هيك منكون وضحنا معنى الضغط النفسي وأنواعه ومصادره ومؤشراته والمراحل يلي بمر فيها. الجزء الأول من حلقتنا خلص أعزائي المستمعين، بس الجزء الثاني رح يتناول الجانب الأهم ويلي هو توضيح أهم أساليب التخفيف من الضغوط النفسية ومواجهتها بالطرق الصحيحة. انتظروني بالحلقة يلي جاية بنفس التوقيت. كانت معكم منار، إلى اللقاء. همسات وردية.